في إطار الحضور الرضعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي وتوقيف 3 أشخاص ببلدية المقرن ولاية الوادي. وقائع القضية تعود إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن، مفادوها وجود نشاط غير شرعي لمذبح للدواجن غير مرخص بقرية المنانعة بلدية المقرن. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم العثور على مذبح غير شرعي، بالإضافة إلى شاحنة صغيرة تبريد نوع كيا على متنها أكثر من 130 كيلوغرام من الدجاج. بعد التنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لبلدية الدبيلة، أكد بأن الدجاج المذبوح لا يتوفر على أدنى شروط النظافة والسلامة الصحية وغير صالح للاستهلاك البشري. على إثرها تم توقيف الأشخاص المتورطين واقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.